Baik, kita mulai khataman Quran kita dengan prosesi membaca prosesi khataman Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi lawil Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi lawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azzama al-Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbin rajibil Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbin rajibil Qur'an. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل القرآن ربيع في قلوبنا ونور في صدورنا وهدى في حياتنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأساتذاتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة
ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Assa salati wa salami li Rasulillah. Azka salati wa salami li Rasulillah. Salli wa sallim ala al-muallim. Salli wa sallim ala al-muallim. Ahmad Muhammad Yasirin khairul bariyah. Ahmad Muhammad Yasirin khairul bariyah. Taqabbal Allahu minkum minna wa minkum taqabbal wa karim. Alhamdulillah ala ni'amillah, kita telah selesai menyelesaikan khataman Al-Quran di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi dapat memberi berkah bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin.